وسعت أسعار النفط مكاسبها اليوم متجهة صوب تسجيل زيادات للأسبوع الثاني وسط تزايد المخاوف من توسع نطاق صراع إسرائيل وغزة في الشرق الأوسط، وبالتالي تعطل الإمدادات من واحدة من أكبر مناطق إنتاج الخام في العالم. وزادت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 1% لتصل إلى 93 دولاراً و61 سنتاً للبرميل، كما ارتفع الخام الأمريكي دولاراً واحداً ليصل إلى 90 دولار و60 سنتاً للبرميل. ويتجه كلا العقدين لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني. وفي المعاملات الفورية وصل خام برنت إلى أكثر من 93 دولاراً وتجاوز الخام الأمريكي 90 دولاراً، بينما صعد خام مربان إلى نحو 96 دولاراً للبرميل.